مساكم سعيد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم الو شيف، برنامج اللي كل يوم يطلع لكم في بث مباشر. اكيد على بالكم باللي كامل بدلنا البلاطو، رانا متواجدين هنا بسيدي فرج مركز المعالجه بمياه البحر تالاسوثيرابي بسيدي فرج، دائما مع وصفات جداد، وصفات اقتصاديه، وصفات صيفيه. اليوم الحمد لله ما كانش سخانه، هذا زهر هشام ولا وشنو؟ ما كانش كاع الشميسه اليوم، راحت هربت. صافا هكا مليح بيا؟ الحمد لله يا ربي الحمد لله. غطيناها غطيناها سميشة كاينة. لا لا ولا غير هكذا، كانت مغطية البارح وكانت تضرب فينا، لكن اليوم الحال راهو صافا كاينة، ما كانش سخانة بزاف، شاطرة أنا في القايلة هي الحقيقة. مساء الخير مشاهدينا الكرام، عدنا معكم. بون كنت معكم البارح صباح شروق، شتوني لهنا اليوم في الو شاف حلقة تاعي الأولى مع سمية هنا في طالاس وسيدي فرج. جبت لكم زوج وصفات صيفيه، زوج وصفات خفاف، زوج وصفات تحبوهم. وصفه تاع باذنجان، كما يقول لك الصيف يحب الباذنجان، طرشيه، يحب طوماطيش. وجبت لكم وصفه فاني دي بروشات تاع البانكيك بالبانان، بزاف شابين وبزاف بنان. وجبت لكم باذنجان، الباذنجان هذه اللي راح واش ندير؟ الباذنجان هذه راح نقسمها اون دو، نحفرها لداخل، ندير لها ثوم، ندير لها فروماج، وندير لها حبه بيض، وندير حطي في لاصوص طوماط، فاني راح تجي حاجه شابه وتجي وصفه صيفيه. يلا هذو هما، والثاني قلنا بالنسبه للبانكيك قلت لكم بانكيك هذا يجي غير صغير على حسب الحبه، على حسب الرونديله تاع البانان. نطيبو ومن بعد واش نديرو؟ نديرو في لي بروشات، ندير هذاك البانكيك وندير حبه تاع عنب في لي بروشات، فوالا هذو لي بروشات صغار هكذا في مطعم كادو صغار، ندير لهم في التالي ندير لهم شوكولاته الطالي، فاني راح يجوا شابين، يجوا بريزونطاب. قلت لكم الباذنجان لهنا عندي لهنا خمسه حبات باذنجان، راح نقسمهم اون دو، نحفرهم. الزياده هذيك تاع الباذنجان اللي تبقى انا ما نرميهاش، راح نخدمها جور شلاطه، جور شلاطه بالطوماطيش. نديرها لداخل فلفل كحل، ندير لها شويه تاع الملح، ندير لها شويه تاع الثوم، ندير لها فخوماج غافي، وندير لها حبه تاع البيض. وفي القدره تاعي نخدم صوص طوماط، صوص طوماط نخليها طيب، كي تبدا طيب ندير الباذنجان تاعي ونخلي ونغطيها ونخليها طيب لداخل لاصوص طوماط هذه. بالنسبه للبانكيك تاعي لاباط واش فيها؟ فيها كوب تاع فارينه، كاس تاع فارينه، فيها كاس تاع الحليب، فيها حبه تاع بيض، فيها زوج مغارف سكر، ملعقه تاع زوج مغارف تاع زيت، وفيها نص باكي، وفيها نص باكي خميره. فوالا هذا واش فيها الوصفه تاعنا. وعندي زوج حبات، عندي زوج حبات تاع البانان نقطعهم دي غوندال، نخلطهم مع هذيك لاباط، ومن بعد نقليهم في مقله، لازم مقله تكون ما تلسعش. هذو هما وصفاتنا اليوم. يلا هذو هما الوصفات لنهار اليوم، وعلى شاطئ البحر اليوم، الباذنجان على شاطئ البحر. هذه وصفه صيفيه، هذاك الباذنجان. شوف دوكا كاين باذنجان، طرشيط، طوماطيش، هذو كاع نطيبوهم باش ندوهم معنا للبحر. يلا اكيد الوصفه هذه واش بها؟ الوصفه هذه لازم ناكلوها في البحر، كيما درت لكم لا دانيير فوا تاع سوميه، تاع اللي درت سوميه ما تدوش. بحثوا لي قالوا لي شاف لينا في البحر. كاين بزاف بحثوا لي قالوا لي شاف الوصفه هذيك اللي تاكلي لها في البحر، هذه تاكلوها في البحر. يلا بصحتهم. خلوني فقط نقول لكم سي بون، يعني ما يتفهمش، فقط نقول لكم انه البث المباشر للصفحه الرسميه لقناه الشروق راهو كاين، تقدروا من خلاله تخلوا لنا تعليقاتكم، والناس اللي ربما يحبوا يتصلوا بنا اليوم كذلك الخط ما كاش للاسف، رايحين نجوزها انا وشاف هشام فقط. وخلونا تعليقاتكم، ان شاء الله نلقاهم ونلقى الوصفات ولا الاطباق اللي راكم حابينهم يكونوا معنا. كيف زرق قال كي جي العيد رحتوا لنا البحر، وراي الدواره، وراي بوزلوف، نديرها لهم، نديرها لهم ان شاء الله، نديرها لكم هنا في البحر. دواره، زليف، عصبه، نديرها لهم هنا في البحر. صح؟ ايه على نورمال. شاطر انا كوبينغ ونديروا العيد في كاش باس. لازم تخبى هنا يبداو يشموا هنا في ريحه الدواره بحال يقول لك هادو منين جاوا. فوالا نديروا، نجيبوا قدره نديروا فيها الزيت. نديروا عندي طوماطيش لهنا مرحيه، راح ندير نص لاصوص طوماط ونص راح نديروا قلت لكم الزوائد هذوك اللي يبقاو نطيبهم في مقله. تجينا كي جورج لاضا تنتكل بارده. فوالا نديروا هنا طوماطيش باش نخدموا لاصوص طوماط تاعنا. يلا الباذنجان هذه راح نطيب، ديروا لنا الملفوف. ايه شو نقدروا نديروا شو هنا الملفوف تاع الملفوف بيان سور. شو لهنايا بالفحم بخروها لهنا، لا بلاش كاع تطلع عندنا لهنايا. هنا نبيعوا شو ياكلوا؟ هنا صح نبيعوا نبيعوا. يلا نشكركم على كل واش راكم تقدموا، راني حابه العصبان
وبرق عينه، برق عينه كنا درناه في البلاطو يعني. كنا برق عينه. لكن العصبان وقال هشام راح يحضره لكم يوريكم طريقة كيفاش. عصبان كنت درته لهم مالي بدينا قالوا شاف لي مثلا كنت درت لهم عصبان بالخيط ونخيط خيط. عاود خويا. صعب عليش نعاود لكم نقطة. مع العيد الكبير كامل يحبوا. نعاود لكم العصبان ونعاود لكم الدوارة. وش فيه هذا العيد؟ عصبان دواره الملفوف كاين اللحم ثاني كاين بزاف صوالح نديرهم لكم ان شاء الله للعيد. فوالا قدره واش درت فيها؟ درت فيها شويه تاع الزيت، درت فيها نديروا فيها حوالي ثلاث حبات ولا تاع طوماطيش يكونوا ملحيين، نديروا معاها الثوم. شحال الثوم؟ نديروا حوالي زوج سنينات تاع ثوم. نديروا معاها الملح. بصح الطياب برا هكذا حاجه اخرى سميه. عجبك الحال؟ وي سيرتو كي ما تكونش سخانه، بصح كي تكون سخانه الانسان ينظر شويه، بصح كي تكون الحال هكذايا طياب حاجه اخرى برا. انا تبرونزيت الخطره الاولى هنا، بعد نص هنا، واليوم انا شغل زدت هنا باش تبرونز باش امو تتوحد لون البشره تاعي، بلا غير سخانه تغسل. انا وندى اليوم يعني كاين هادو باراسول معليش. لا لا الحمد لله. فوالا واش درت؟ درت عكري الاحمر، درت شويه تاع راس الحانوت، ومن بعد وشنو في التالي ندلها الثوم. قلت لكم الثوم، ندلها الكمون كما قلت لكم لاصوص طوماط، الكمون توجور ديروه في التالي. فوالا نخلو لاصوص طوماط تاعنا لهنا طيب. انا واش ندير؟ نروح نجيب الباذنجان تاعي، الموس هذاك اللي كان هنايا، الباذنجان تاعي واش ندير؟ نقسمها هنايا. بغينا الكاطو تاع العيد ندلها هنايا قاعده قاعده هكا باش الباذنجان تاعنا كيما راكم تشوفوا فيها باش كي نحطوها في القدره ما طيحلناش. قلت لكم الزوائد هذو انا واش ندير؟ نقطعهم مربعات ونخدم بهم شكل سلطه بالطوماطيش. هذه ناكلوها بارده تما والو عفسه ما تراش حاجه ما تراش شورو كان يلقى يدير بهم عفسه يديرها ماشي مليح الخساره ديجا راهي نص حبه رايحه. هي القشره هذه نديروها شباح نعلقوها لهنا يا بالك وترموها انت سقت هذه الطابله راهي تبان هذيك لاكوزين تاعنا تبان هذوك تاع اللي يبيعوا لا كريم ولا كتبوها لي كتبوها لي قلت لهم هذاك هو الحل في لابلاج ما كاش حاجه ما نقدروش نديرو وكوزينا فوالا نديروها هكذا يا نقسموا الباذنجان تاعنا هكذا ونديروا لها قاعده هنا لتحت يعني باش تقعد فوالا باش تقعد فوالا عندي هنا خمسة حبات باذنجان بون نشوف على حسب القدرة تاعي شحال ترفد وانتم على حسب أفراد العائلة تاعكم. واش نجيب مغرف نحفرها هنا لداخل نحفروا الباذنجان تاعنا هكذا بالمغرف كما راكم تشوفوا هكذا ندوروا عند تخدم عند اسحاق عند اسحاق ما نقدرش باسكو مانيش غوشي درواتي معليش هكذا بعد لك مزيد نخرج هكا مليح مليح سيبا نحفروا باذنجان نحفروها هكذا كيما راك تشوفوا فيها حاجه سهله هكذا نزيدوا نحفروهم كاع عندنا راس الطوماط تاعنا راهي طيب هكذا هذه ومن بعد هذه نعاود نديرها هنايا نخدمها سلطة تاع الباذنجان. ماذا بكم تجربوها هذه العفسة هذه واش فيها؟ أنا راح ندير فيها حبة تاع بيض لداخل حبة بيض كومبلي نكسرها ديراكت لداخل ونطيب لداخل القدر. إيوا شنو لازم نديروا لها الملح شوية تاع الفلفل الكحل الثوم وفخوماج غابي قبل ما نديروا البيض. وهذا اللي نحيناه الداخل هذا هذا نحتاجه بيان سور هذا حاجه ما تراش هذا مع هذا واش ندير نقطعهم نديرهم في مقله يطيبوا ومن بعد نزيد لهم طوماطيش ينتكل بارد على حسب شو سلطه سليطه شتي سليطه تجي كيما السليطه كتك سمي هذا واش نديروا له؟ عن بالي راح يترمى في ميزك عن بالي السرمة يلا سلام راكم تهبلوا ديروا لنا ريبيني الله يبارك سمية تحياتي لماما يعطيكم الصحة تحياتي ليكم يلا
تعيشوا كثروا لنا مش لايف. سميه راكي طوب نحبكم، ماما انا نحبكم. يلا القريوش في البحر، قالت لها شنو نديروا القريو، واحده رجعت على وحده ورجعوا على بعضها. بالك نقدروا نديروا نوع ولا زوج هكذا تاع تاع الحلويات. حلويات حلويات جافه دوكا كيما العيد، بون كيما العيد الكبير نديروا حلويات جافه. فوالا نغسلوا يدينا دوكا، ما عندناش كوزين هذيك زعما كنروحوا هكذا، الماء راهو هنا من تحت نمسحوا. واش ندير سميه؟ كنا درنا تما صوص طوماط، صوص طوماط اللي درت فيها طوماطيش، درت فيها ثوم، نديروا معها شويه تاع الزعيطره. الزعيطره هذه يابسه هكذايا باش تجينا بنه شابه في الباذنجان تاعنا. نديروا الملح، نديروا شويه تاع الملح كما راكم تشوفوا فيها كيفاش تجي هي. ما حبيتش نديرها في هي نورمالمون باش ما تكحلش الباذنجان، باش ما تكحل لكمش الباذنجان ديروا لها القارص وفي الماء باش ما تكحلش. مي انا حنطيبها ديريكت بورصا ما درتهاش في، ديروا شويه تاع الملح باش ما تجيناش لداخل الباذنجان صامطه. من بعد واش ندلها؟ نجيب شويه تاع الثوم، نديرو ثاني فيها الثوم داخل. فوالا شويه كميه هكا تاع الثوم نمسحوها لداخل. الثوم هذا راح يمدلها يزيد يمدلها بنه هكا، نمسحو غير شويه تاع الثوم. اللي ما يحبش الثوم اون سي جامي ما يحبش الثوم يستغنى عليه ماشي مشكل. مي الثوم هذا كي راح يطيب داخل الباذنجان راح يمدلها طعم بزاف بنين. هاكا نمسحو مليح الثوم لداخل، فوالا. ومن بعد نديرو لها فخوماج غافي، معناها حيكون باذنجان محشي. باذنجان محشي فوالا، محشي بالفخوماج والبيض. نديرو لها كمية صغيرة هكذايا تاع فخوماج غافي لداخل. سمية راهي خايفة شوية. لا ما نخاف، أنا ديما نقول نحبهم، أنا نحب الحيوانات. أونتي بازا راكم هايلين، تحية هكذا سلام. يلا عطوني الأطباق ولا الوصفات اللي راكم حابينها، حتى يعني الظروف ولا لاكوزين تاعنا في هذا الصيف، ولا كي رانا هنايا شغل دير لنا لحم مفور. وي ان شاء الله ان شاء الله لحم مفور بيان سي نقدروا نديروا، عندنا كسكاس قدروا نديروا لحم مفور. فوالا كيما راكم تشوفوا الحبه تاع البيض كيفاش تجي لداخل، درت فخوماج لداخل ودرت حبه تاع بيض داخل ال. يلا راهي مع اسحاق، اسحاق راهو ياخذ في كل. فوالا نديروا كاع البيض لداخل. ومن بعد هذه كي طيب واش نديروا؟ نقسموها اون دو، راح تشوفوا الطبقه هذيك تاع فخوماج مع تاع البيض. البيض برك ديروها حبه كيما راهي هكا باش تجينا ميم تجي بريزونطابل، تشوفوا الصفر هذاك مع الابيض لداخل. يلا ما يقولوا لي لا عندكم سخانه ولا الجو يبان بالضبب اليوم، ما كاش يعني هذيك الشميسه الحاره بس تعرفوا يعني كيما تكونش هذيك الشميسه يكون الجو شغل مغموم مغموم فوالا مغموم، والسخانه وميديتي تكون اكثر. لكن الحمد لله يعني انا بريفير هذا الحال ولا كاين شويه. ايوا كما قال لكم المخرج الجو الانجليزي تاع لندن، هذا الجو اللي فيه الضباب. فوالا دوكا واش ندير؟ نمرق لاصوص طوماط تاعي. ندير لها طوماطيش هذه تاع لي بوات. كاين بزاف في التعليقات حبوا لا بلاج، حبوا قال لك تجيتوا علينا كي خرجنا. كاين بزاف اللي قال لك لا لا كنا نسمعوكم خير في البلاطو وكنتوا خير. لا لا بصح راهي في تحسن صافا، راهي كل نهار وكاينه حاجه جديده معنا في هنا في البلاطو.
وواحد يبدل شويه الجو، شويه يخرج من الاستوديو، شويه من هذيك السخانه تاع الاستوديو فاني. الانسان يبدل سورتو دوكا رانا هكذا. كتبوا في لي كومونت الاستوديو كاين كليماتيزا هنا هي اللي سخانه. هما صح انا حقيقه نفضل الاستوديو على ورانا، لكن كما تعرفوا يعني هي شوف لهنا فاش مريحه، هي فاش مريحه كيكون الحال هكذا شويه الحال ما فيش ما كاش مغيم فوالا شوط جو انجليزي كما قالنا المخرج. بصح كي تكون شويه سخانه شويه ننضروا، بصح معليش واش نديروا هذا هو الصيف. شوط رانا في لابلاج ورانا نعومو خلاص كي نكملوا العوم. شوف كيفاش راني نشوف فيه زعما عجبك الحال؟ عجب لي الحال نكملوا نتفاهموا هذيك تاع هكا عجبك الحال؟ انا نتشواو انا ولا انا سختو راسي راسي والله بعد شرا عليك يومين، وملي خدمت هذ اليومين نرقد بسطر راسي ونوض به. فوالا درنا البيض داخل الباذنجان كيما راكم تشوفوا فيه، ودرت لهم من الفوق شويه تاع الملح كيما تعرفوا لازم الملح. يلا يطلبوا مني عاودي لنا الوصفه تاع شي نديروها. ما درنا والو. هاي الباذنجان كيفاش تجي؟ فرغناه لداخل ودار فيه مسحو بالثوم ودار فيه حبه بيض داخلها كيما راكم تشوفوا. درت له غير شويه تاع الملح في الباذنجان وطرطت له، درت له فروماج غافي، نديروا فروماج غافي شي دار ولا، ونديروا حبه بيض نكسروها كيما راهي لداخل، ومن بعد نديروه في لاصوص طوماط هكا لداخل. واش طرطقت له؟ حبيت تقول طرطقت له فقست حبه بيض فقستها فقست له حبه بيض طرطقتها فهمت فوالا فقست حبه بيض. طيب في لاصوص طوماط اللي كنا درناها اللي فيها طماطم فيها الثوم. وصفه هايله هذه، وصفه بزاف حبه. جربوها ماذا بكم تجربوها، راهي لداخل دعوم في لاصوص طوماط. ما يطيحش هذاك البيض. ما يطيحش. دوك هي وشنو؟ دوك انا كي نغلق عليها هكا واش راح يصير؟ طيب البيض هذاك الداخل حيطيب له ذاك الفوار يشد روحه خلاص، غير يشد روحه داخل البيض صاي. الوصفه الاولى تمت بنجاح. عجبتني تمت بنجاح. وهادو مش قلنا نقطعوهم نديروهم. هاني رايحين للدوزيام الوصفه الدوزيام. هذه هي تاع شلاطه. هذيك تاع شلاطه. هذيك الوصفه الاولى تمت بنجاح، روحوا لتاع شلاطه. نجيبوا المس نقطعوا هذيك هذوك الباذنجان هذيك اللي كنت فرغتها من الداخل. نقطعوها هكذايا تحقق بسلاله. نو المقله ديرك دير ديرك المقله. بون ندير لها شويه تاع الزيت. نديروها ديرت هنايا. احتال النار. ها؟ احتالها. وين؟ هنا. فرنو؟ اه. نشعلها بيان سو. ان شاء الله تشد لي. هذيك اللي قال لك البحر من عيون كل عدو وراكم، ما كاينش كيفاش هروب من سخانة. هي مليحة هكذايا كيما اللي جاي هذه، ما تحسيش كاع بالسخانة. واش ما نحس بالسخانة؟ كي تكون لابلاك هكذا. ماشي كيما فرنو يكون الغاز ديريكت. يلا راكم منورين راكم منورين، يعطيكم الصحة. السلام عليكم منورين. كريم بالعباس تحياتنا ليك كريم. سلام سمية. السلام عليكم منورين سمية، ربي يبارك منورين الشاشة. يلا عطونا أطباق شكم حابين. دعوا لي بدرية صالحة، ربي يرزق إن شاء الله كل محروم من درية صالحة. خفت على نواضري أنا. راح نخليهم هنا. يلا ما شاء الله عليكم، فكرة هايلة يعطيكم الصحة. يلا هذه الناس ربما المتفائلين ولا الناس اللي ما ساعفهمش الحظ أنهم يخرجوا في هذا الصيف ولا مازال ما شافوش البحر ولا بعاد مساكن على البحر، هكذا شوية يعني نعاونوا ولا نحو على خاطركم. يا لو كان 10% ولا 20% هكذا تشوفوا هذا الجو تشوفوا. حنا رانا ساكنين في البحر ونخدموا في البحر ومازال ما عملناش. صح أنا مازال ما عملتش. أنا رحت واحد الكاتف وديت الدار والله ما دخلت له. مازال ما عملتش والله مازال ما دخلت. برونزيت بلا منعوم. دوك تبرونزا فور هنا. هنا شهرين نزنجر لهنا. ودي نقول لك انا عمي فتجوزنا. معليش نبدلوا شويه لابو. يلا يطلبوا منك ليبيني هشام. ليبيني الله اعلم الله اعلم ما نوعدكمش، بالك يكونوا غدوه ان شاء الله في الو شاف. ممكن كذلك وصفة السفنج مليحة يعني هم يعطوكم أفكار للأطباق اللي نقدروا نديروهم هنا يعني. أطباق صيفية، أطباق خفيفة، أطباق تاع بحر. رانا في البحر نطيبوا حاجة تاع بحر. يلا نقول لكم باللي اليوم الجو هائل خير من البارحة وكاين شوية هواء دوك شوية توالفوا.
غادي نسمع في وسط تطلع الكومنتير. يلا اليوم الحمد لله كاين شويه هواء ومام يعني برا وحنا جايين في الطريق ما كانش كاينه هذيك السخانه اللي قوي، وهذا هو الصيف يعني حنا شويه عندنا هذيك الساعه يجي تنقولوا البرد اليوم البرد، يجي سخانه اليوم سخانه كذا، هذه يعني كل شهر وشهر فقط ربي يقدرنا وربي يعطينا عطوه. كاين بانينا سخان ان شاء الله ربي معاهم ان شاء الله، الغابات اللي راهم يتحرقوا صح. انا والله يا هشام كي شفت هذاك الفيديو كي طاحت الشتاء ايه من بعد عاودت تشعلت يا سبحانك، طاحت شتا طفات ومن بعد عاودت تشعلت في الليل تشعلت. انا فرحت ولا غير فرحت، ومن بعد في الليل دخلت فيسبوك حتى لقيت باللي عاودت تشعلت النار بزاف بزاف، زاد لهبتها بزاف سيرتو مع الريح اللي تمشيها صح. امبارح فاني هنا في تيبازا شعلت النار من جيت شينوا البلج بعض الاحيان ربي يكون دار عمدا هكذا هشام بيان سور كاين يديروها عمدا صح، كاين يديروها يسحقوا هذاك الوسمو. هي شوفي سميه هي كل ما يلحق العيد الكبير، العيد الكبير اجى الفحم عجل يبداو يشعلوها مي ما على بالوش باللي الشجره هذيك اللي راهو حرقها باللي هذيك الناس راهي تستنفع منها فيها الاكسجين فيها بزاف صوالح. اكيد وكاين ولايات اللي ما فيهمش البحر الناس يتهرب لهذيك الغابه وين غابه هذه سنين وسنين باش يروحوا يعني شويه ديجا غابه باش تنوض غابه سنين وسنين صح. انت من بعد يحرق يجي خمس دقائق يحرقها في خمس دقائق نو هذا لازم يتعاقبوا عليه. يلا نروحوا سميه للطيبي نحبك سمية، أنا ثاني نحبكم كامل، وعلاش نطيب؟ هذا السخانة نزيد أنا نطيب، وعلاش؟ سمعني نطيبة. هاي تشارك راهي تشارك سمية. تشارك. قلت لكم هذو اللي يبقاو نعلقوهم هنايا. لا لا. عبالي حد يديرهم كونفيسيور ولا نعرفك أنت تخرج لك تخرجت هكذا. سمية راهي تغزر هي دارت لي ها. ولفت مع هشام. أي عرس يوتيليزيها؟ أحكي لهم على البواطة، أحكي لهم على البواطة تاع طوماطيش مقبل. لا لا باسكو هكذا يطلعوا لي كاع من بعد هشام صح كاين بزاف اللي يتويزيوها هذيك في الدار هذيك بيان سور هذيك في الدار بس ماما زادت البطا تاع الطوماطيش كي خلاص نفرغوها نفرغوها يبقاو هذوك شويه تاع الحواجي قال لي هادو نطيب بهم دو فوا جيت لهم نطيب بهم لا 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 في الدار هذيك نشللها نكذب عليك ايه مازالوا في الدار نشللها قال لك شوف خليك المراه اللي ما تشلش بطا تاع الطوماطيش ما تقطرش ما تقطر القاع الزيت ما كان لها خلاص اسحاق انا دراك دبس انا تنين باش نشلل انا نشلل انا كلش نشلو على ماشي مليح الخساره قلت لكم باذنجل هذيك اللي بقات لنا ديرها في مقله نقطعها هكذا كارانطيطه وي فكرتوني فيها كارانطيطه بالمرقاز راح نديرها لكم باسكو انا نديرها بالمرقاز تجيب بزاف بنينه والله نديرها لكم وجربوها ان شاء الله تعجبكم مليحه بالكرنطيطه سورتو كاين بزاف يحبوا يروحوا لابلاج مع العشيه ولا كرنطيطه شويه شلاضه في الخبز وهما داروا كرنطيطه بشلاضه في الخبز شلاضه كرنطيطه شويه شلاضه شويه كذا ماشي كرنطيطه قلت هكا تهدر كرنطيطه شويه شلاضه انا اختصرت زعما اختصرت فهموني المشاهدين على بالي بلي فهموني دوري هنا باش نوضح للمشاهدين يفهموني فوالا يلا كاين بزاف اللي داقوا البوزلوف ديالي قال لي كيف كيما البوزلوف ديالك قلت لك عندي بوزلوف واعر تاع كيشا ها بوزلوف واش به؟ هم يقولوا لي باللي ها شوف مالا سمية ذوقنا البوزلوف صح والله غير عندي بوزلوف واعر ماشي سهل والله غير واعر خلاص توعدي المشاهدين ديرها لهم هنا العيد صافا شويه هنا ايوا علاه هاي دير الكرة نعطيك الوصفة نعطيك الوصفة لا لا شوف ما تعطيني وصفة أنا كاباب دوك نعطي للناس وصفة ذوقي تاعي ذوقي تاع واحد آخر ماشي كيف كيف كل واحد ويدو كيف فاهمة كل واحد وعدتكم طيبها لكم في الدار نجيبها لكم ذوقها ولا لازم نعطيكم لا ديريها المعاكة طيبيها شحال تعطوني شحال تخلصوني أه شحال يعطوني باش تعطيني خلصوني نحتاج برك عمي مو ماشي باطل واش هم يعطوا له في النهار يعطوا لي نطيبها يعطيها لي نطيبها لهم انا ماشي مشكل انا نغليه نديرو يلا هشام راح يلا ممكن تجاوبونا الحوت ماذا بكم الحوت مليح هشام الحوت ندير لكم الحوت سردين اطباق بزاف شابين تاع سردين راح نديرهم لكم بون نشعلوا الفرن تاعنا يلا بداو يبعثوا لي الحباب ماما جليل زوجة زميلنا راهي تقول لي
لازم ندوقوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لي مالا ما يقولوا ماشي خساره في الحباب. نحب نطيبها ديجا هشام شحال اخرى يدير الاطباق هنا نعاودها في الدار. والله يا هشام سخانه. لا لا صدق شد روحه الوالد بدا يشد روحه. شوف هي انا ما تحقنيش نقدر نروح نعوم. روحي روحي ما تحقنيش كي نكمل عيطك جيت تاكلي. راني مع لي بيبي ما لحقتش. يلا واش حبيتي سلام نحبكم بزاف راكم منورين انت وهشام ربي يخليكم. اخت سميه قولي لهشام ونا زي ديروا لنا القريوش ان شاء الله يا رب ديروا لنا لا بايلا ان شاء الله راكم منورين انت وهشام. سلام ديروا لنا وصفه تاع العيد الكبير. يلا هشام راهو يوعدكم ويقول لكم باللي ان شاء الله راح يكونوا وصفات بمناسبه كاين بزاف يشروك باش كاين اللي يجيبوا لهم كاين من يحبوا يديروا وصفات هكذا تاع اللحم تاع بوزلو في دوار هكذا. هشام كنا وعدنا هذا هو مزيان فكرت المره اللي اتصلت وكنت في اول يوم تاعنا تاع الوشاف اللي كانت طلبت هذوك العجائن اللي الا ما كشف فيها الوصفه درت كابتشو حبيت العجائن يقول لي برك واش من العجائن هذيك الوصفه المحشيه تاع الخبز هذاك المحشي اللي درناه في الاستوديو. يا ربي درت لك كابتشو شفيت له؟ لا لا خلاص قولي لي برك واش من الخبز من بعد غدوه نجيبوا لها. لا لا عندي درت لك هذا هو. ايه هذا لا دنيا الفوت قلنا لها انه وعدناها انه نعاودوه لها. خبز المحشي فوالا خبز اللي درته قلت لهم ياكلوه في البحر. خبز اللي تاكلوه في البحر واش فيه؟ فيه كاس ونص حليب فيه بياض بيضه فيه مغرف كبيره ونص خميره الخبز فيه مغرف كبيره غبره وشنو حليب غبره نخلط المكونات مليح نخليها ترتاح 10 دقائق ثم نضيف ملعقه صغيره ملح ونزيد الفارينه حوالي 3 كيسان ونص فارينه حتى 3 كيسان ونص تقدروا تزيدوا معها حتى المغرف باسكو فارينه كيما قلت لهم صديق كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش والحشو اختياري الحشو ديروا واش حبيتوا تكتوكه ديروا فيونداشي ديروا بولي هاشي وديروه خبيزات مدورين ولا ديروهم على شكل هلال بعض هذو هما هذه الوصفه تاع خبز محشي اللي درتو لكم بالخميس بالخميس بعض. يلا مشاهدينا الكرام نروحوا ناخذوا اول فاصل اشهاري ونعاودوا نولوا لكم. الفاصل الاشهاري دائما مازلنا متواصلين معكم في برنامجكم الو شيف وهنا بمركز المعالجه المياه البحر طلاسو في غافي بسيدي فرج. هشام انا مع الباذنجان برك عسوها باسكو مع لاصوص تغلي واش يصرا تنقلب الباذنجان مين داك عسوها هكا عاودوا رجعوها في باسط. ولا ديروا طنجره صغيره وين يقدروا ولا ديروا انا مليحه لو كان درت سته لو كان درت سته مع القدره تنشد درت خمسه نروحوا نكملوا سمحي لي توها سميه درت انت تاعنا هذه نقلوها مليح حتى وين نشوفوها بارد زيد مع هذيك طوماطيش هذيك اللي كنت خليتها طوماطيش هذه راح تزيد تمد لها الماء هذاك باش الباذنجان تاعنا الطيب تدبال فوالا باسكو كي نديروها وحدها هكذا الباذنجان واش يصرى تنشف الباذنجان تحب الزيت ولا تحب حاجه تاع ما باش طيب. انا واش ندير نزيد لها هذيك طوماطيش هذيك حوالي زوج حبات هكاك مرحيين نزيدهم في المقله تاعي قلت لكم هذه نديروها كسلطه هكا ونخلوها اطيب نزيد معها الملح هادو بقايا الباذنجان هادو الباذنجان هذيك اللي قطعتها في النص قلت لكم ما ترموهاش مام هذاك لافا هذيك الداخلانيه تاع الباذنجان اللي نحيتها اللحمه هذيك اللي نحيتها فاني زدت قطعتها رقيقه ودرتها لهنايا في المقله مع شويه زيت زدت معها هذيك زوج حبات طوماطيش مرحيين ونخلوها طيب. هذه نعيطوا لها حنا في الدار زعما عيطوا لها زعلوكه هذه تاع تنخدم هكا بالباذنجان. احنا ثاني نديروها بصح نشوا الباذنجان. انا على بالي نشوها بصح انا هي اللي بقاو لي زوائد درتها في مقله ما حبيتش باش يروحوا لي هكا خساره. صح جبنين هي زعلوكه مليحه كلش مشوي. ما من دار فيها شي طوشي مشوي باذنجان مشويه طوماطيش
طوماطيش مشويه، انا حتى البصل ومشويه. والثوم لا الثوم واش ندير؟ الثوم ندير سنينات يكونوا. وتحب بزاف هذا الطبق، يحب بزاف الثوم. الثوم فوالا الثوم وزيت زيت. زيت زيت انا ما نحبها، عندي عيسى خويا يموت على هذا. وناكلوها بزاف تنتكل بارده. صح، وهي وحده اخرى تندار تشوي الباذنجان وتشوي الطرشي وما ديرهاش كاع فوق النار. تقطع هذاك تشويه ومن بعد تنحي القشور تاع الباذنجان وتحط. هذيك سلطه فاني هذيك. يديروها بزاف في منطقه الاغوار تاعنا. وكاينه لا اللي مشويين ونطيب نعاودو نطيبوهم. انا كاينين من ذاك نزيد لها نص مغيرفة صغيرة تاع طوماطيش تاع لي بواط. راح تبدلها بنا هذيك طوماطيش تاع لي بواط. وندوها هكا في البواطة في البحر فاني في البحر مع البحر يجوع. تنتكل. فوالا شوف كيما شوف غير درت لها طوماطيش طلقت الماء واش صار الباذنجان؟ الباذنجان تاعنا راهي ذابت بدات تذوب. نبقاو نخلطوا فيها هكذايا باش ما تلصق لناش. نزيد لها كمية تاع الثوم اللي بقات لي. بون انا ما عنديش بزاف ثوم، نزيد لها ثوم بودرة. ثوم بودرة فاني هذا فيه بنة شابة. هشام وسمية دخلتوا البحر ولا مازال؟ انا والله مازال ما حبيتش ما حاشاكم رجليا فيه. والله غير كاع. والله مازال ما دخلتوا. ما حاشاكم مش ما خرج ليا والله. نسكنوا قدام البحر ونخدموا في البحر راه نقيس روحي منا. لا مازال ما عملناش. خلاص انا طبيعتي ما نحبش نعوم هذه العومه تاع التمرمي تاع خدامه. نحب ندي كونجي ونروح هكا نقعد في تليفون. وما نطيبش ما نطيبش انا ما نحبش نطيب، نحب هكا كشفندق يحتضنني هكا انا انا غير كيما تستغل هذاك البحر. شتي النهار اللي درت هذوك الخبيزات هذوك هذوك كنا كليناهم هنا في الاستوديو ومن بعد كي جيت رحت للدار قال لك روحوا للبحر. رحت عند بيتزيريا. لا انا ما درتهمش منك غدوه عاود درتهم رحت للبحر. رحت بيتزيريا قلت اعطيني بيتزا اعطيني لي ساندويتش. قال لي او ماشي دوكا كنت طيب قلت لهم ناكلوهم في البحر. شفت هشام زي شفت وبيتزيريا هذاك نبدلو. قلت له هذيك صاري كي تعد الجزار وحشيها تولف. قلت له انا هكاك فوالا. هذه شكشوكه ولا واش كيما قال؟ هذه زعلوكه، هذه الزوائد اللي بقاو لي تاع الباذنجان اللي قطعتهم الدخلانيين هذوك تاع برا قطعتهم كاع رقاق. زدت معاهم زوج طوماطيش زوج حبه طوماطيش مرحيين ونخدموا بهم. هذه زعلوكه نعيطوا لها احنا زعلوكه تنخدمها كذا. ومام تجي بزاف بنينه. قلت لكم برك ديروا لها ثوم كميه تاع ثوم. انا درت لها كميه تاع ثوم وكان عندي ثوم بودره فاني باش تجينا بنينه. هذا واش نديروا لها ونخلوها هكذا حتى وين تطيب وتذبل. وهذه قلت لكم مليحه كيما راكم تشوفوا فيها مليحه تنتكل بارده. كي طيبوها ديروها في البواطه ما كذا تسخنوها ولا دوها كيما راهي للبحر. ديروا لها زيت زيتون. سمية طيبي ما تخافيش راكي شاف. انا نطيب والله ما عنديش مشكل لكن راني مع لي شاف ما نقدرش. انا نطيب امام شاف شغل مهما يكون يبقى هذاك الشغل نورمال. احنا انا كيما انتيا تيا طيبي. بو انا برك راني طيب. انا دوكا ما نقدرش نقول لك انتيا راح تجي في بلاصتي تقدم ولا يعطوك حوار ديرو ولا ما تقدرش. هذه حاجه باينه بالك تعرف ما على باليش ما كانش واحد ما يعرفش يهضر بصح ما تقدرش الوجه التقنيه تعرف تنصحوا فيه. صافي كان ثاني نحترم المهنه تاعك وانا مع اللي كل واحد يحترم مهنه الاخر. تبقى شاف ما من بينش قدام. صح معليش معليش المهم طيبين نسمو بوزلوه بوزلوه ساقط. قلت لكم سميه وعد مازال ما قلتش انا سميه عندها في مدام. قلت لكم سميه راني وعدتكم بالبوزلوه. انا نطيبونهم ان شاء الله. نجيبوا الفوي. يلا كاين بزاف اللي بعثوا لنا كذلك وقالوا لنا على باش نديروا لهم التهاني تاع بمناسبه النجاح في شهاده التعليم المتوسط. داري بلاس شهاده التعليم المتوسط لحقونا لها لي ميساج. انا وحده من الناس لحقوني بزاف لي ميساج. نوعدكم ان شاء الله كامل نكتبهم وندير لكم اهداءات. للاسف هذه الايام والله ما لهيت كما قلت لكم غير ندخل راسي وجاني نطفي تليفون ونقعد. واش حبيت؟ كان شوية لايف روتر. كان بلوكي. عاد رجحته. يلا. فوالا نقول البلون دو ترافاي تاعنا. شي ساعة سمية. لازم ندير بوزلف خلاص تقولي جات الشابة روبا ميغسي.
وين وين يلا قال لك وين وين راكم تشهونا في الماكله. انا حابين نجول عندكم. ارواح ومرحبا بكم في سيدي فرج بمركز معالجه المياه البحريه. هكذا تجي بزاف بنينه الماكله تاع الغفله. دوك انا كابا بناكلها وكابا ما تجينيش بنينه بارابور واحد اخر يجي من برا على غفله تحطي له ماكله هكا راح تجي بزاف بنينه. ارواح بنينه بزاف. الريحه تاعها ديجا راهي تشاي. باذنجان مع طوماطيش كي تكون طيب تجي فيها واحد الريحه تشاي. سمية لو كان راني في بلاصتك راني دخلت بلعو للبحر نام شويه كي كمل شاف هشام طلع غير منا وندير القلب. قلت لكم انا شغل ماشي للبحر زعما اللي راهو بعيد عليها وقدامنا بصح نحب نستغلو الوقت. هاهي هاي وربع وربع هذيك هي نبدا في البانكيك. يلا ما لقيتش بلاصه وين انا قلت لك خليني نهبط البحر نام من مشاهد الراب معايا. انا دوك نكمل ما جبتش الشورت. انا كنت حاب نكمل نروح نعوم ديرك. والله غراوي شاهي اليوم. فرانا من نبداو نخدموا البانكيك تاعنا قلت لكم بالبانان هكذايا. فيه كاس حليب. الكاس السحري الموجود في كل بيت. كاس هذا ما كاينش اللي ما عندوش. انا مش راح ندير لها كاس تاع فارينه ندير لها كاس وزوج مغارف حوالي كاس وربع باش تجينا شويه ثقيله باش تقدر تشد فوالا باش تقدر تشد هذيك الحبه تاع البانان. حبه تاع بيض. هذه كنت درتها لكم سيكري صالي وزدت نديرها لكم اليوم بطريقه بروشيت. هذو ملح كيما كاين دوكا اللي جابوا البيام جابوا راح يجيبوا الباك ان شاء الله قايلين ان شاء الله. كاين اللي جابوا سيزيام ولا انيفرسير ولا تقدروا تخدموا هذو لي بروشيت فيهم بانان مخدومين بالبانكيك. حاجه جديده وحاجه شابه. ديروا لها قرصه تاع ملح زوج مغارف سكر فوالا. نخلط المكونات. نزيد معاهم زوج مغارف تاع زيت. خلطي هذيك انا خرجت البحر خلاص. شفت هذوك الدراري اللي يقول لك معليش دينا نتعاونوا وكدا دوك البنات بغيت غير تديهم طومبيك خلاص يقولوا هاي من في البحر واللي مات مسكينه دير كله. صح 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 سي فري وي. شكرت انا خرجوني نحب نقرعج نشوف اش كاين اش ما كاش. فوالا درت كاس حليب درت حبه بيض قرصه ملح زوج حبات زوج مغارف سكر ودرت معاهم زوج مغارف تاع الزيت. نحركوا مليح المكونات هذو. نزيدوا معاها قلت لكم كاس حوالي كاس وربع تاع فارينه. نجيبوا الفارينه تاعنا طفي عليها بس هكذا. يا الله نعاودوا نذكروا واش درنا. درنا كاس حليب. ديروا كاس الاول نحركوه تاع الفارينه. درنا كاس حليب درنا حبه بيض ودرنا زوج مغارف زيت زوج مغارف زيت زوج مغارف سكر وقرصه ملح وقرصه ملح. درنا كاس الاول تاع الفارينه وكما قال هشام حبها تجي ثقيله باش يقدر تجي شويه ثقيله. شوف كاس راح تجيكم هي كي تخدموا البانكيك بانكيك نورمالي عادي ديروا كاس بصح كي تخدموا الوصفه هذه زيدوا معها شويه تاع الفارينه باش تشد لكم في البانان هذاك. ولازم تكون مقله تاع الكراب اللي ما تلصقش. درت زوج مغارف تاع الزيت. انا ندير له دهان زبده كاين يدير له زبده كاين يدير له كل واحد و ندير في بلاصه الزيت زبده. ايه تندار مغرف زوج سي سا ديبون لافارين كل الفارينه كابا ديري مغرف ما تجيش كابا ديري زوج تجي. بون خلطوها مليح برك الفارينه وزيدوا معاها نص باكي تاع خمار. مصباكي خمارة خميرة كيميائية اللي هي تاع الحلويات. تاع الحلويات. هي اللي راح تمد لنا هذاك التنفاخ تاع البانكيك تاعنا. خميرة حتى ديروا فارينة باش ديروا الخميرة. ولافاني هذيك نو؟ اه. وملعقة هكذا. انا نسيتها ماشي نسيت ما شفتهاش على بالي نسيتها لداخل وهي كانت انا سلمى اللي نعرف مقادير تاعو شغل راني برك نقص على هذيك تاع عم بالي نسيتها لداخل
زي شفتها سميه تخبت مول القرعه تاع الزيت. فوالا نديروا هذيك الملعقه تاع الفانينا، الفانينا علاه يحط الحين هذيك الريحه تاع الحبه تاع البيض تما. تعطي ذوق ولا اروع. ذوق وفانيه. واش راح نزيد لها؟ ما بيد راح نديروها بالبانان، نزيد لها عطر البان. نديروا حوالي مغرف صغيره هكا باش البانكيك هذاك راح يجينا لوغو تاع البانان، فوالا وراح يعطينا لا كولور هذه الصفراء كما راكم تشوفوا فيها. جي ذوق رائع. ايه ذوق بانان. هشام كاين ربما الناس يديروا البانان هذا يهرسوه الداخل نقدروا؟ في وسط لاباط هكذا. ما جامي سيتها، ما نقدرش نقول لهم ديروها وهي ما كاش منها، جامي سيت الوصفه هذه. مي وشنو؟ انا البانان نقطعوا هكا دوائر، ندير الداخل ومن بعد ندير بالمغرف صغيره نرفد ونحط في المقله، راح يجونا هكا مدورين بانان بان كيك. ونديرهم في لي بروشات مع وسمو مع العنب، دوكا كاين وقت العنب، حبه عنب حبه تاع بان كيك، وتشبحوا بهم طابله وميم طون نديروا لهم شوكولاته تطلي من الفوق. نزيد لها مغرف وحده هكا باسكو كنت درت كاس ومغرف، دوك زدت ثاني زدت معاها مغرف. لازم العجينه تاعنا قلت لكم ما تجيش خفيفه بزاف باش تشد لكم في البانه. فوالا الباذنجان تاعنا كيما راكم تشوفوا فيها. يلا راهي طيب. انا عندي اهداء من الزميله مريم غراز الى عبديش تركيا الى ابن اختها شنوفي بلال حصوله على شهاده التعليم المتوسط، واهداء كذلك لقادري رانيا من عند دلهوم نبيله نجحها في شهاده التعليم المتوسط. يلا الف مبروك. الباذنجان تاعنا هذه ما بقالهاش طيب، هي حوالي نص ساعه هكاك طيب لكم. دوك نجيبو المقلاة ونطيبو. يلا هشام راحوا كيما شفتوا الوصفات اللي درناهم نهار اليوم. وين رحت؟ خلاص جيت. يلا كيما شفتوا الوصفات اللي درناهم نهار اليوم، درنا هذاك الباذنجان المحشي اللي راه يطيب في لاصوصومات تاعو، ودرنا هاد سلطة ولا شليطة ولا زعلوكة، كل واحد زعلوكة هذه عيطوا لها زعلوكة، كل واحد كيفاش يسميها. قلت لكم الزوائد هذوك برك ما طلعوهمش. كل واحد يسميها. ودوكا نديرو في بانكيك اللي طلبتوه بزاف كما قال هشام، هذا على شكل بروشات، حاجه جديده وحاجه ماشي دايره. لا لا بريزونطال ومشي دايره. نو دايره كاين اللي يديروها. فوالا نجيبو الحبه تاعها. شعار تاع هشام ولاو يقولوا له شعار تاع هشام. شعار كاع كي نتلاقى مع الناس برا ولا يقولوها لي يقولوا لي شاف ما دايره ولا ماشي دايره. فوالا قلت له وبانان وشنو نقطع شويه خشين هكذايا قطعش بزاف رقيق هكذايا. يلا نعاود نرجع لللايف مباشر الشروق وين نقرا التعليقات. بدات سخانه شويه. سخانه باسكو فوالا زعلوكا. نشعلوا الفرن تاعنا. سمحي لي تو هكذا اروحي منا وانا نجي منه. ما لقيتش كاع بلاصه. هي طيبونا لاكريم والسفنج تعيشوا. يلا دخلوا البحر والله ما تندموا. وصفه البانكيك راح نعاودها لكم بعد قليل. عطله سعيده للجميع. سفنج ديديكاس لوليدي. يلا راكي تخيلي ربي قدر، راكي تخيلي ربي قدرك. ماماك راهي مليحه. انا ساميه من البريده. والله الحمد لله شكرا على سؤالكم. سؤالكم على الوالده. واش حبيت دير؟ زيت ديروا شويه زيت ولا شويه تاع زبده يمسحوا بها المقله تاعنا. فوالا فقط في الفاتي هكذا ما نديروش. هكا شويه شويه نمنحوا هكذا. نجيبوا اعطيني مغرف صغيره. مغرف صغيره ما هذيك معليش. فوالا نجيبوا البنانات تاعنا نحطوهم هنا لداخل. ديروا المقلة تاعنا تسخن. ندير لك كمان؟ دير 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 يوم معليش. يلا هذه طريقة جديدة. علاش قلت لكم ماشي دايرة هيجا؟ لاباط تاع البانكيك تاعنا
درت فيها لوغو تاع درت فيها شويه فاني لوغو تاع بنان وزدت قطعه. كي نرمي هذه كاع تموت. كوليها هذه كوليها. ناكل بعدها. قلت لك نموت. يموت هشام كي نرمي له كاع هذاك الطرف تاع البانه. يلا هشام. راكم قراب للشاطئ. هنا قراب. تقراي غير اللي تحبيه علاش؟ وشكون اصلا اللي نعرفه انا في الحاجة جوجو؟ وتقراي غير اللي تحبيه وراهو، انا اصلا كي نطيح عيني في لي ميساج نقرا، هذوك تاع الاهداءات نسيت نفيتيهم شوية لأنه على بالكم. سمية نموت عليكم، تحياتي لكم، صفات باللحم والدوارة والعصبة إن شاء الله. سلام ديروا لنا المحاجب. ليبيني وسفنج. راكم قاعدين في جملة. يطيبوا هكا يا شعب. ايه هكا نديروا مغرف، نديروا شوية تاع حبة تاع البنان ونحطوها هنايا ونطيبوا غير ساق هكا غير شوية شوية. لاسباتشيل. هكا بون ما نديروش ما نديرولهاش نار قوية، ديروا نار شوية تكون هادية. ما يهمش الشكل يجوا مدورين ولا ما يجوش مدورين، المهم احنا راح نديروهم في البروشيت. من المستحيلات ديروهم مدورين سوا سوا. ايوا شنو كي ديروهم في البروشيت راح يجوا شابين. كي نخلي فقط المقله هي شم تسخن شويه باش تقدر ت اي بدات تسخن خاطش الريح هكذا يخلي لك الشكل تاعها يقعد مدور هشام. ما كي نجرب نديرهم في الدار ما يجوش مدورين سمية. على جلب انا نجيب لي بانان بيان سور. من المستحيلات يجوك سوا سوا مدورين. مي وشنو كي ديريهم في لي بروشيت وديري لهم الشوكولا هذيك راح يجوا شابين. وصفة سهل سهلة ويقدروا يحضروها، يقدروا يديروها بكاس حليب بكاس فارينة. وانتم ما درتوا هذه الوصفة فوالا. نقبضوا هكا ونقلبوا البانكيك تاعنا. باش يجوا حتى ريحتهم راهي ريحة البانان باسكو فيهم لاروم تاع البانان. فوالا وتشوفوها دارت مبابل، عرفوا باللي راهي طابت من الجهة التحتانية. هكذا راني منقص لها كاع النار باش ما يتحرقولناش ويطيبوا لنا الداخل. يلا كانت هذه هي كذلك طريقة طبسي. يلا نعيمة فقط صحن إذا أمكن باش نحطوا فيه البانكيك لو يقلي فيه. هكذا ونقلبوا الحبة تاعنا. برك العجينة قلت لكم ديروا لها كاس وزوج مغارف. لازم تجي ثقيله شويه باسكو لو كان ديروها خفيفه واش راح تصرى الحبه هنا وتروح الحبه حتى تكبر في المقله. فوالا كيما راكم تشوفوا في العجينه راهي ثقيله شويه. يقدروا يزيدوا تقلوها اكثر تقدر باش تشد روحها. يلا شباب نعيمه فقط صحن اذا امكن باش نقدروا نحطوا فيه. فوالا شوف كيفاش الحبه تاعنا تتنفخ باسكو فيها الخميره هذيك اللي درتها نص كيس تاع خميره. فوالا هكذا. ومن بعد انا واش نديرهم؟ نديرهم في البروشات راح يجوا شابين. بس الجل تاعنا هذه خلوها شويه ومن بعد نطفوا عليها. ونجيبوا واش راكم طيبوا؟ رانا نطيبوا كما قلنا لكم وصفه الباذنجان المحشي اللي كان داروه هشام. وين فرغ الباذنجان من الحشو تاعو قطعنا على نص، فرغنا الحبات من الداخل ودار فيهم الثوم ودرنا فيهم الملح ودرنا فيهم الفخوماج غافي وحبه بيض كسرناها الداخل حبه بيض. وفي نفس الوقت كنا وجدنا لاصوص طوماط اللي فيها الطماطم وفيها الثوم ملح فلفل الكحل وخليناها تطيب وزدنا عليها الزعتره وبعدها درنا هذوك حبات الباذنجان في هذيك لاصوص يطيبوا وراهم قريب يوجدوا. وهنا رانا نديروا في البانكيك اللي كما قال هشام الوصفه تاعو فيه كاس، هذا الكاس موجود في كل العائلة على ما أظن، في كاس حليب، كاس فارينة، مغرف كبيرة تاع السكر، نص باكي خميرة الحلويات، زوج مغارف زيت،
ومغرف كبيره تاع لافاني والفارينه في هذه الوصفه زدنا لها شويه باش تجي شويه المقام تاعها شويه القوام تاعها عفوا شويه ثقيل هكذا وين تشد روحها وين نقدروا نديروا حبات صغار. يلا نقدروا نديروا حبات صغار وهشام راهو يطيب فيهم قدامكم. يلا سلام سمياكم منورين ديروا لنا وصفه في السعيد الكبير ان شاء الله نحبكم راكي تهبلي شكرا الف مبروك لكل الناجحين. يلا قال لك كي تكملوا روحوا عموا باسمنا تعيشوا. ان شاء الله. محاجب في البحر يا خويا واش كاين بزاف ناس الشهر مع السخانه هذه. محاجب بيانسور كاين لازم لازم تخير لنا النهار اللي ما تكونش فيه المحاجب في السخانه. ديجا اصلا يبيعون في لي بلاج محاجب وتاع سيوفي بصح هما سخانه يعيو مي وشنو تاع سيوفي. يا ناس كيفاش راكم صابرين في السخانه؟ الله غالب هذه هي الخدمه. احنا اومو يعني شويه راه عندنا ساعه ونص فقط من الزمن وراه كاين تواصل وكاين. انا دائما نقول لهم فكروا الناس مساكن اللي راهم خدامين برا، الناس مساكن اللي راهم في لي شونطي، الناس مساكن اللي راهم يتحرقوا في السخانه، رجال الامن، الجيش الوطني اللي راهو ساهر علينا له في الحدود في هذيك السخانه وكامل. يعني ربي يكون في عون كل واحد راهو يخدم في هذه درجه الحراره المرتفعه، خاصه ناس الصحراء اللي ربما راهم مساكن يتعذبوا مع هاد السخانه وكاين حتى انقطاع في الكهرباء على ما اظن. يعني ربي يكون في عونهم ان شاء الله وربي يقدرهم. كذلك خاوتنا في خنشلا وين شفنا الغابه ديجا سخانه وزيد الغابه وزيد كاين ناس مهربوا قال لك من المنازل تاعهم. يعني يا حليل احنا الحمد لله الحمد لله هذا هو الخدمه وهذا ربي يفرج على كل واحد ان شاء الله. اكيد الخبزه وما شغل واحد هنا كيسخن ولا عنده باش يبرد. يعني يدخل البحر راح والله كيفاش يجي كيفاش تجي الحبات تاعنا ويا في وسطها راهي بانانا حبات تاع بانان ما تشوفوهاش هكا تقولوا خضراء ولا باسكو البانان هذا كيطيب يطلق روحه. هي ماشي خضراء برك البانان هذاك يطلق السكر تاعه فوالا باش تجي. يلا تعليقات يا نجمون هذه العقب خيطتيها ولا شريتيها؟ ديروا لنا بيتزا تاع الفقاس بدون حليب. ها هشام بيتزا ما فهمتش فقاس هذا فقاس راني سامع فقاس. جربت فطائر المقليه جاوني روعه وحبيت ليبيني. ليبيني كنت درت لكم ديجا ليبيني لكن مليح في البحر لازم تعاود. مين نعاودهم لكم في لابلاج لهنا بون المقله راهي سخنت مليح. نزيدوا الحبة تاع البانر. يلا هذه خلاص وجدت. هذيك حطيها من تحت ومن بعد نوريها لهم في طبق التقديم ان شاء الله. يلا حتى هذا الباذنجان راهو تقريبا طاب. حتى تنشف لاصوص ولا تقعد فيها؟ شويه تبقى لاصوص. كما نعرفوا الباذنجان ما فيهش الروح بالخف يطيح. نديروا بانانات هذو هنا لداخل. هذا الرميع ما يقدرش قلبه اي قد فيها شويه بانا نورمال على نزيد ندير صغيره قلبي ضرني قلبك وجاك ها هاني هذه لازم تسترمى ها هذيك نديروا بها روسات لا بعدا بعدا مركتها هيشام مركتها هيشام ماشي كاع هكذا نشوفك هكا يقول راك داير الفيلا و تعودت يا ان شاء الله ان شاء الله كل يوم خويا قال لك لي تصوروا تاكلوا ان شاء الله ربي يولي من الرزق بيان سور حاجه باينه الحمد لله يعني نمشي لا لا الحمد لله شوف انا كي تكون عندي صحتي ولادك ما يهموني لي دراهم ما يهموني لي دراهم لي والو الصحه برك يا باسكو علاش تروح لك صحتك سميه تروح لك صحتك صح بدراهمك بالاخر بمعارفك ما ديري والو ما تعاودش ترجعها الحمد لله. ولا كاين مساكن اللي عندهم رزق وعندهم كل شيء وعندهم الصحه وما عندهمش الدريه هذه شغل صح صح نعم الواحد عمره ولا يكومباري فلان بفلان لانه ما نعرفوش واش كاين في الدار وما نعرفوش الانسان شاهو كل واحد عنده حاجه مخصوصه صح
كاين فقط من ذاك الناس، ولكن بزاف ناس اللي عندهم هذيك الكهرباء ما يحبش يقول لك شكوى لله سبحانه وتعالى، يعني كي نشكي لك انت علاش يشوفونا نضحكوا واقفين يقولوا لكن الحمد لله. قلت لك الصحة كي تروح لك صحتك أكيد واحد ما يغزر فيك. منورة بكم، شكرا لكم وشكرا على كل هاد التعليقات الجميلة. كريم بالعباس هو يقول لي ديري لي البوزلوف وعرضيني، قال لك لازم النهار اللي ديري بوزلوف الو شيف نكون حاضر معكم. بداو يعرضوا في رواحهم. مرحبا بيه. مرحبا. لا حتسنى البوزلوف راح تطول بزاف، لو ماكش حتسنى البوزلوف روح. مرحبا بيه. فوالا عندي ليكيغدون هادو تاع الشباح، نديرو وحده بانكيك هكذا، نديرو حبه تاع عنب، حبه بانكيك، حبه عنب، فوالا كيفاش يجو لي بروشات اللي قلت لكم عليها. فوالا نقلبوا الحبات تاعنا. لا نعطيك عرفت واحدة أخرى هاك. ماذا بك باسكو كي تسخن ما تقدرش تقلبهم. يلا تخبيهم. نقلبوا الحبات تاعنا. يلا نروحوا فاصل ونكملوا بعدها الدريساج إن شاء الله. نزيد نوري لهم شوية. يلا. شحال يساعدوك؟ راهي قريبة غير العشرة. قريبة غير العشرة، خلاص نزيد نوري لهم حبيبات. يلا قدم فاتسة دقيقة فقط. فوالا هكذا. نعم صحيح. يلا قدم هنا بعد ما شافوا طبق التقديم نشوفهم كيفاش الشكل تاعهم. نحب نوري لهم كاع لي ديطاي باش ما يقولكش الشاف ما فهمناهاش. فوالا كيفاش تجي الحبة تاع البروشة تاعنا. ما عندنا واش ندير لهم شوكولاتة الطلي كيفاش يجو. انيفرسار تقدروا ديروهم قلت لكم في الحفالي دوكا تاع البيه نتاع السيزيام وان شاء الله للباك. العنب راهو كاين ديسبونديب هكذا باش تشد تعرف لها على بالك. يلا نزيد نساعدك. نحرهم هما بالخفي يطيبوا اكيد. قلنا درنا فيهم كاس هذا عبرنا به، درنا به كاس حليب، كاس فرينه، كاس وثلاث مغارف هكذاك فرينه ولا زوج مغارف سي، ولازم حتى تكون شاده روحها. لي حب البيوضه هم البيوضه، لي حب الحموره لي حب الحموره هم الحموره. فوالا كاين اللي يحب حاجه طايبه بزاف وكاين اللي يحب حاجه تكون شويه خضراء. نعاود نذكر كاس حليب، كاس وزوج مغارف هكذاك قلت لكم تاع فرينه، نص باكي خماره تاع الحلويات، زوج مغارف سكر وزوج مغارف زيت، سكر وزوج مغارف زيت وحبه بيض. فوالا كيفاش يجو. يلا هاكا نديروا لهم شوكولاته مثلا. اكيد راح نشوفوا على طبق التقديم ولا راح نشوفوا في طبق التقديم اكيد. خلاص نخرج فاصل راح نوري لهم. نحب نوري لهم كلش. فوالا مشاهدينا الكرام لي بروشات كيما راكم تشوفوا فيهم هذو هما. عندنا الباذنجان برك دوك نديرها في طبق التقديم وزعلوطه هذيك اللي درتها ونتلاقاو في طبق التقديم اكيد. يلا بعد هذا الفاصل الاشهار.
يلا عاودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفصل الاجهاري مع الاطباق اللي حضرناهم للنهار اليوم اللي كانوا حاضرين معنا للنهار اليوم. يعطيك الصحه هشام. الله يسلمك سميه. اطباق كما كتير فيها خفيفه مرمينا حتى حاجه، باذنجان حفرتها في الوسط، درت لها شويه ثوم شويه تاع الملح، درت لها فروماج غافي، درت لها هذيك الحبه تاع البيض، ومن بعد كي طابت درت لها فروماج غافي وشبحتها في لاصوص طوم. الزوائد تاع الباذنجان تاعنا درتهم زعلوكه كما تشوف فيها مع شويه طماطيش شويه تاع ثوم الفلفل الاحمر الملح وقليتها مليح في المقله حتى وين طابت لي. والبانكيك بانكيك تاعي هذا بروشات اللي درته بالبانان كما راكم تشوفوا فيه، حاجه سهله حاجه بريزونطا. هذو هما وصفاتنا اليوم، عندي اهداء صغير كملي انت بعد ما نشوف. يلا مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكونوا كامل شفتوا من الوصفات تاعنا تاع نهار اليوم وعجبكم الوصفات. اسفة 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 وسمحوا لنا اللي ما كانش اليوم الاتصالات كذلك، وكنت وعدتكم البارح لكن للاسف خارج عن نطاقي وخارج عن مسؤوليتي، لكن راح نلقاو الحل ان شاء الله عن قريب لانه كاين الشبكه هنايا تاع الخط بلا ما ندير بليسيتي للشبكات. ان شاء الله نتلاقاو بكم تكونوا ملاح تكونوا هادين ربي يقدركم على السخانه ربي يكون في عونكم ربي ينجحكم كامل لكم تستناو في الريزلتات تاع الباك. عندي إهداء صغير أبرسي يوسف ناستي فازا، عندي عائلة رحمة من ميت ميستي وعائلة بن شديد، ونقول لكم نلتقوا غدا إن شاء الله في نفس المكان في نفس التوقيت مع سمير. أكيد أنا قبل ما نختم معكم خلوني نشكر الفريق اللي مساكن راهم في هذه السخانة ويخدموا ويهسيوا أنهم يعطوكم أحسن صورة. عندنا اولا محمد لامين جنادي المخرج، ايمان مداح في الصوت، اسحاق العلاوي، فاروق وشنو فاروق فوزيه لا ماكياج، رضوان كسري، نعيمه اللي دائما مرافقتنا، رضا العرابه. يلا هذا مكان ورضوان. يلا يلا منير لاجون اكيد تحياتنا كل ليهم، وخلوني نقدم تحيه انت نحبوا نعزوا بزاف بزاف راهم قابلني منا محمد موفق ونقول له الف الف مبروك مره واحده اخرى زواج لهنا ان شاء الله زواج الدهر يا رب ربي يرزقك بالدريه الصالحه. شوف العرس ما يجيش صح دراري ما نجيش ما نتفاهموش كوفي والعلاقه. يلا غدو ان شاء الله. باي باي.